لما تيجي واحده والله وهذه شفتها بعيني، دي كانت بتحضر معانا المقارئ، مقارئ القران وكده، كانت تيجي تحفظ في جزء عامة وهكذا، او تيجي تحضر وتصلي معانا، كنا بنتقابل يوم الجمعه نقرا سوره الكهف وهكذا. وبعدين غبت عن البلد المحافظه بتاعتي بتاع 4 سنين، كان في وضع كده معين في مصر، غبت عن المحافظه الاصليه بتاعتي ورحت محافظه تانية بتاع حوالي 3 سنين كده ولا حاجه. فجيت نزلت المحافظه فلقيتها هي بيتها جنب بيت جدتي، فبقول حد هناك بعيد كده شعر اصفر لحد هنا وبتاع لونه بامبا بيبرق، وحد واقف كده ده ايه الجرأة دي، ما شفناش النوعية دي في الشارع قبل. مين دي؟ قالت لي فلانة. قلت لها مين؟ قالت لي فلانة. قلت لها فلانة اللي كانت بتيجي معانا المساجد، فلانة اللي كانت بتحفظ معانا في القرآن كده، الشعر حتى هنا كده واصفر ومتعمل وبتاع، بقول لك بامبا بامبا مسخسخ ما شفناش بيبرق، مفيش، لا ما شفتش نفسي غير وانا رايح، مع ان مكاني في يعني وجودي في المكان المفروض ما طولش يعني. رحت فلانه كذا، هي شافتني، قلت لها انت مكسوفه من عرض الرب شايف ده بنت، ده انت بينك وبين السما ما فيش سما، انت شو مكسوفه مني؟ مكسوفه من العبد اللي هو انا الفسل انا ورب، ده انت اللي كنت بتيجي اول واحده المسجد وانت اللي كنت كذا ليه وكذا وحصل، ما قلت لها مش مبرر وكذا ومعمل وبتاع مش مبرر، وايه البيت مفتوح استغفر الله، وده قلت ايه ده، مسكتها كده قلت لها توبي توبي، انت عارفه لو واحده تانية غيرك هكلمك برأفة لكن انت لا، انت جربتي حال مع الله، انت جربتي سجود حلو، انت جربتي انس، انت جربتي دعاء، انت جربتي اما تبقي في زنقه وتقولوا لي يا رب وينجيكي، اوعي. عيطت قلت لها ولا يلزمني الدموع، انا روحي لربنا وشوفي، والله من ترك شيئا لله ابدله الله خيرا منه وعوضه الله خيرا منه، وهيعوضك استحملي، هتختبري، بنحب ربنا ايه الدليل، بنحب فلسطين ولا ايه الدليل، يعني بتعملوا ايه يعني، انت ما حدش يقول لي بحب ربنا ومفيش دليل للعمل، مفيش اثر ظاهر على الجوارح يا اخوات، اثر الجوارح اللي ظاهر عليه الامر لازم يبقى واضح، صلاتك قرآنك سمتك معاملاتك مع الناس، يقول لك فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها، حديث صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا خير فيها، الدين معاملة، الدين أفعال، علاقتي مع ربنا بحبه تختبري تختبري، بحب ربنا الدليل الدليل اللي بتحبيه كذا وكذا وكذا. طبعا سيبنا مصر والكلام ده، باع تطوب الارض، شوفوا لي انا سمري بقت مشهوره، طول ما انا مشهوره ولا نيله مشاهير الارض، المهم انتشار عند ربنا، الاهم حاجه صيت السماء مش الارض، كل ده لكلام متاع الحياه الدنيا والاخره خير، ووصلت لها بعت لي صورتها، انا رجعت يقبلني، قلت لها يقبلك يقبلك كل حاجه، محدش يقول هو حد يأسكم من ربنا، هو حد يخوفك، نخاف الخوف اللي يمنعنا على المعصيه، لكن ربنا كريم يا خد ودود، يقبل التوبة ويعفو عن كثير، ربنا يقبل. أما أقول أنا محتاجة استقاموا إيه، أول حاجة روحي لربنا، أصلا غافلة، أصلا مش زي الناس تانية، أصلا بعمل معاصي، أصلا مش مهم، والله ما مهم، أصلا بيحصل كذا وبيحصل مش مهم برضه، أهم حاجة أهم حاجة إن في قلبي لسه في غصة كده، أنا عايزاك يا رب وعايزة طريقك يا رب وديني طريقك يا رب،